مخيم والله ببيع حياتي عشانه. مخيم كل إشي يعني بالنسبة مش إلي بس، لكل الدنيا، لكل أهل المخيم. روحنا المخيم، روحنا، حياتنا، كل إشي إلنا يعني، عشان يضل شامخ وواقف، وما زال واقف وشامخ. كل ما تروح بجهة من المخيم لازم تلاقي مرأة أو شخص بعيط لابنه، لا عداره، لا مثلا فقيد مش لاقيه. كل شخص بالمخيم، ما فيش حدا بالمخيم يعني ما بكاش على اللي راح عليه. بس هذا كله ما بهمنا، هدوه، صحيح هدوه، راح نرد نبني من جديد، ومش راح نهتم بيهم، وراح يبني على أساس المقاومة، وراح شارون طول حياته يحسب حساب لمخيم جنين. بس مش اشي عن الامل والهاد، بحكي للشعب الاسرائيلي سنعيش صقورا شامخين ونموت اسودا واقفين. وهاي كل واحد اسرائيلي يحفظها ويعرف شو معناها. شارون أجا على المخيم، من كثر ما انكهرت صرت أعيط، لأني يعني كان نفسي شو أجرم فيه زي ما حكوها، أجرم فيه بالمعنى الصحيح، أفش غلي فيه بعد اللي شفته. تقدري له أنت لشارون؟ بقدر له، ليش لا؟ ما هو أكبر منك، بدك تقدري له؟ أنا أكبر منه بإرادتي، بقدر عليه بإرادتي، بقدر عليه إني بدي أدافع عن وطني، بقدر عليه إنه قتل يعني ناس بعرفهم وبعرفهم معرفة، يعني معرفة معرفة، بقدر عليه لأنه شتتنا، خلى كل واحد بجهة، بقدر عليه لأنه ما خلاش بيت بالمخيم إلا وهدمه أو يتضرر منه يعني. لو معكم مليون دينار شو بتسوي؟ أنا بتبرع فيهم حتى يسعف الجرحى ويشتري دم ويبني المخيم. وأنا نفسها بننتوهم يعني بننتوه للوكالية عشان يتبرعوا للناس، وسأجروا لهم شقق عبا ما يبنوا لهم بيوتهم، يرجع المخيم من أول جديد عشان ما ينتهيش المخيم، يرجع أحلى من مكان، عشان يشتروا دم. ولو كان معي انا دم كنت كبيره يعني دم قوي بتبرع لهم. يعني انا لما اقاتل عدو وإشي بكون قلب قاسي؟ لا، انا بدي ادافع عن وطني، بدي ادافع عن مخيمي. بعدين يعني احنا مش راح نعمل سلام معهم، حتى لو رئيسنا اللي هو رئيسنا اذا عمل سلام معهم ممكن هو يتصالح معهم، بس انا مش راح اعمل سلام. صحيح انا طيبه ويعني بحب الناس، بس هدول الناس ما بنحبه، هم اجوا على ارضنا، احنا بندافع عن ارضنا. انت لما يسلم نفرض سلبوا ابنك، مش لك تدافع عن ابنك وتسوي عنه؟ واحنا كمان هاي ارضنا زي كانها ابنه امنا، كل اشي عنا. بعدين يعني زي ما حكوها النسوان ما خلصوش، راح نضلنا ننجب اطفال وننجب يعني رجال اقوى من اللي راحوا واشجع من اللي راحوا، من ناس زيهم. هذول الجبنه ما بخافش منهم، زي الفيران يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات، يبكوا يتزروكوا بين الدبابات خايفين منا احنا يعني مدنيين، بس هم ارادتهم ضعيفه، خوفهم لدرجه الجنون يعني مش طبيعي عندهم الخوف. احنا ما بنخاف منهم، مشو ما عملوا فينا ما بنخاف منهم. اسلحتهم نزلت علينا زي المي، لانها نزلت من ايدين فاشله، نزلت من ايدين خايفه، من ايدين مرخيه. يجوا بس يشوفوا على المخيم،
خليهم يعيشوا ثاني اللي عشناها احنا يوم القصف. ليس سلموا اسرائيل على القدس على كل اشي لو عاشوا معنا، لو طفل يهودي بس هيك يعني قعد وشاف شو صار معنا، او رجل يهودي قعد معنا شاف شو عملوا فينا، ليسلم القدس على اللي فيها. شفت جثث، شفت بيوت مهدمة، شفت يعني اشياء لا توصف باللسان. لما يعني بعد اللي شفته اي حياة بدي اعيشها هاي، بعد ما تحطمت كل طموحاتي اي حياة بدي اعيشها، مفيش حياة. المخيم عبارة عن شجرة، شجرة طويلة طويلة شامخة، كلها عبارة عن أوراق، كل واحد مكتوب فيه اسم شهيد، اسم مقاوم. بدي أحكي لهم اليهود صحيح فاتوا خلعوا جذوع منها، لكن خلقت جذوع غيرها، ما قدروش يوصلوا لقمة الشجرة. مخيم والله ببيع حياتي عشانه. مخيم كل إشي يعني بالنسبة مش إلي بس، لكل الدنيا، لكل أهل المخيم. روحنا المخيم، روحنا. يا ريت يعني مناي اني ارجع البيت. فلسطيني انا، اسمي فلسطيني، نقشت اسمي على كل الميادين، بخط بارز يسمو على كل العناوين. حروف اسمي، حروف اسمي، حروف اسمي تلاحقني، تعايشني، تغذيني، تبث النار في روحي وتنبض في شراييني. جبال النهر تعرفني مغامرها وتدريني. بذلت الطاقة الكبرى وقلت لأمتي كوني. صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني، وكل عروبتي للثار للتحرير تدعوني. ورايتي التي طويت على ربوات حصيني، وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا غيثوني، وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتعجب بالملايين. تقول لهم إلى القدس، إليها قبلة الدين، إلى حرب تدك الظلم تزلق روح صهيوني. إلى حرب تدك الظلم تزلق روح صهيوني، وترفع في سماء الكون أعلام فلسطيني، وتهجر كلمتي تمضي فلسطيني، فلسطيني، فلسطيني. دافع وقاتل بالعزيمة والغضب، ما في لنا غير الغضب.